كوم تعالي تعالي نفطر بقى، انا عامله لك فطار حلو قوي قوي قوي. ايه ده ايه ده؟ عسل؟ ده عسل؟ اه عسل. في ايه؟ انتوا جبتوه اخيرا؟ الحمد لله. جبناه منين يا بنتي؟ هو في ايه ده؟ كان ممنوع. ايه ممنوع؟ لا احكي لي بقى. طب صلي على النبي. بصي بقى، احنا في يوم من الايام لقينا الحاكم بامر الله بيقول يا ناس مفيش عسل، العسل وحش وانا همنعه عنكم. ايه؟ طب يهديك يرضيك؟ ابدا ابدا. منع العسل ومنع اكل ورمى كل مخزون العسل اللي في الدوله في النيل، والنيل بقى معسل ما اقولكيش، عسل 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 في كل حته في النيل عسل. وايه كمان عمل ايه تاني يا اكرام؟ يعني مثلا من الحاجات اللي عملها انه منع الرجاله من دخول الحمامات العامه الا بلبس معين، وعين حرس خصوصي على الحمامات يراقب لبس الرجاله، واللي ما يلتزمش بالقانون ده ويلبس اللبس المخصوص يتسجن طبعا. ها وايه تاني؟ كملي بقى. يوه بص يا ستي، حرم علينا ركوب الكرو الا بره اسوار القاهره، ممنوع منعا باتا تعدي. والسواقين بقى نفسهم منعهم خالص من دخول القاهرة، كلهم ممنوع اي حد بيشتغل سواق انه يدخل القاهرة، هو كان بيكرههم. والناس وافقت؟ مفيش موافقة ورفض في القانون، قلتلك ده قانون وبيتنفذ وبس. وهي دي كانت حياتنا، 25 سنة من الاوامر والتنفيذ وبس، حكم محدش يقدر يتعداه.